أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نباكم الذي نرصد لكم فيه القضايا الأكثر تداولا على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي عناويننا لهذا اليوم، في الحدث الأبرز، استهجان كبير عقب غارات جوية استهدفت مدينة درنة. وفي الخبر الأكثر قراءة، مفتي ليبيا يقول إن أزمات ليبيا لأجبار الناس على الاستنجاد بالأجنبي. كما تتابعون أيضا في الترند العربي والدولي، جدل إماراتي يمني حول جزيرة سقطرى. وفي حدثنا الأبرز لهذا اليوم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الغارات الجوية المساندة لميليشيات الكرامة على مدينة درنة، حيث أكد مصدر طبي بمستشفى الوحدة في درنة استشهاد أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي المدينة إثر قصف الجوي المساند لقوات ميليشيات الكرامة. وقال المصدر في اتصال مع النبأ إن القصف الذي استهدف محوري الظهر الحمر والحيلة جنوب المدينة أودى بحياة صالح الماجري أحد عناصر المجلس. تم تدمير مدرعة وتدمير ثلاث آليات، وقوع القتلى في صفوف ميليشيات الكرامة حوالي 7 قتلى. هذه الغارات التي استهدفت مدينة درنة أثارت استهجان العديد، ورصدنا لكم عددا من ردود الفعل، بداية من منصة الفيسبوك وتعليق مسؤول الملف الأمني بدرنة يحيى الأسطى عمر، والذي كتب: تزف درنة أحد شبابها المرابطين في محور الحيلة الشهيد صالح الماجري نتيجة القصف بالطيران الإماراتي والمصري، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء والخزي والعار على الخونة والعملاء. إلى المدون والناشط المشيطي، حيث كتب: نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، سبحان الله، تأبى درنا إلا أن تسقي الوطن بالدماء الطاهرة، درنا على مر الأزمان ودماء أبنائها تسيل في شريان ليبيا من أجل إحيائها. إلى الناشطة والمدونة ربيعة الغرياني، والتي كتبت: الله يرحمه ويغفر له، اللهم أمين يا رب العالمين، درنا خط أحمر، ستكون معركة الندامة الأخيرة على أبواب درنا، الثوار في انتظاركم وكذلك العقارب والأفايا، اللهم أمين يا رب العالمين، من يدخل إيديه للمغاغير يلدغوه العقارب. إلى المدون جمال بن سعد، حيث قال هو الآخر: لا يفوتنا التذكير بضرورة تحميل المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الظالم، وأنه لا يتم إلا بسكوته وعدم قيامه بالواجب لدفعه ومنعه. وإنني هنا أطالب أن ليبيا الأبرار بموقف جاد حازم يستجب لنداء الدين والوطن في القيام بالواجب تجاه أهل درنة. المجلس الرئاسي بموقفه هذا هو عدو بدون شك، يجب التخلص منه كردة فعل مشروعة على هذا العدوان. الانتقال إلى منصة التويتر والتغريدات، نبدأ بتغريدة علي الغنودي، والذي كتب: يا أحرار وشرفاء ليبيا، لا تكرروا مأساة قنفوذة في درنة، الأمر خطير. إلى محمد عقيل، والذي غرد: لو كان للساسة وأصحاب القرار ضمير لطردوا واستدعوا سفير الإمارات المتواجد بالعاصمة طرابلس حسب ما ورد. إلى الإعلامي عدنان حميدان، والذي غرد: تقصف درنة ويذبح أهلها بحجة محاربة الإرهاب من قبل متهمين بارتكاب مجازر حرب، حفتر وقواته أعني.
إلى تغريدة مسؤول المكتب الإعلامي لشورى درنا محمد إدريس المنصوري، والذي غرد 42 غارة في 5 أيام من أجل قتل أحد أبناء درنا. انتقال إلى ملفنا الثاني، ونذهب بكم إلى منصاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية بالخبر الأكثر قراءة على موقعنا الرسمي النبأ.تي في، والذي كان بعنوان مفتي ليبيا: أزمات ليبيا لإجبار الناس على الاستنجاد بالأجنبي. وفي تفاصيل الخبر، قال مفتي عام ليبيا الشيخ صادق الغرياني أن ما تشهده طرابلس ودرنا وسبها هدفه إيهام الناس، أنه لا مخلص لهم غير الأجنبي والمتحالفين. وأوضح فضيلة المفتي في مقال له نشر بصفحة دار الإفتاء بفيسبوك أن المتسبب في تفجير مقر مفوضية الانتخابات هو من يعطل إصدار القانون الخاص بها، وهو من يحرم المشاركة بها في خطبه. ودعا سماحة المفتي الليبيين إلى التنبه لما يحاك لبلادهم من تدخل العدو الخارجي. ومن الأكثر قراءة مشاهدينا إلى المنشور الأكثر تفاعلا عبر منصة الفيسبوك، وكان هذا المنشور أيضا عن مفتي ليبيا، والذي قال إن أزمات ليبيا غرضها إجبار الناس على الاستنجاد بالأجنبي. حصل هذا المنشور على أكثر من 500 إعجاب في 24 ساعة الماضية. أما المنشور الأكثر مشاركة فكان هذا المنشور عن ذكرى عملية البنيان المرصوص لتحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة، إذ تمت مشاركته أكثر من 20 مشاركة خلال الساعات الماضية. وإلى الأكثر مشاهدة كانت لمداخلة الناطق باسم عملية البنيان المرصوص اللواء محمد الغصري، الذي قال فيها بأنهم ينتظرون تقديم الدعم اللازم من الرئاسي المقترح للاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء. فنتابع. في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أترحم على الصوت. مسموع؟ نعم مسموع بشكل جيد. الصوت مسموع دويبي؟ نعم. أترحم على أرواح شهداء من سقطوا في تفجيرات الإرهاب، تفجيرات الظلام، أهلنا في طرابلس. نترحم على أرواح من سقطوا، ناس تأدي في واجباتها، ناس تأدي في أعمالها، انتقلوا إلى الله سبحانه وتعالى. نترحم عليهم وندعو الله توحيد كل الجهود في محاربة داعش. اليوم 5/5/2016، هذا التاريخ بداية ملحمة بطولية قام بها الليبيين ضد داعش، اتحدوا فيها كل الليبيين لمحاربة داعش، قدموا أغلى ما يملكون لمحاربة داعش، لتطهير ليبيا من دنس الدواعش، لتطهير مدينة سرت من الدواعش. قدموا شهداء، قدمت أطرافها، ناس أصيبت بجروح بليغة، شلل وغيرها. في هذا اليوم برغم المآسي، إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتوحد كل الليبيين على عدو واحد، عدو الفساد وعدو الظلم وعدونا داعش. نعم دويبي. نعم طبعا، ما ذكرته يعني في إطار هذه العملية. ولكن سيد اللواء، أنا سألتك عن مسألة السراج، يعني كما ورد في التقرير السراج لا يدعم عملية البنيان المرصوص، القادة يقولون السراج يقصينا، يقيل قياداتنا. طيب هذا كلام معروف، ولكن لماذا لا تتحدثون عن السبب؟ ما الذي يدفع السراج إلى التعامل وإقصاء عملية البنيان المرصوص بهذه الطريقة؟ لا ننكر بداية العملية ودعم الرئاسي لهذه العملية. القرار رقم 1 صدر من المجلس الرئاسي بتشكيل هذه القوة، وكان الدعم دعم جيد أو دعم ممتاز في بداية العملية. ما تمر به ليبيا الحقيقة ليس دعم للبنيان فقط، وإنما الوضع في ليبيا في كل النواحي، المواطن يعيش في حالة سيئة جدا، المصارف والاقتصاد، كل الجوانب الحياة في ليبيا تعتبر.
إلى ملفنا الثالث وفي الترند العربي والدولي، حيث رد مغردون في الإمارات عبر هاشتاغ الإمارات سند سقطرة على ما وصفوه بالحملة المغرضة التي تروج بأن أبوظبي تستغل جزيرة سقطرة اليمنية. وكان المغردون اليمنيون أطلقوا هاشتاغ الإمارات تحتل سقطرة، عبروا من خلاله عن غضبهم للوجود الإماراتي في سقطرة، واعتبروه محاولة للسيطرة التامة على الجزيرة والاستفادة من خيراتها الطبيعية. كما تداول البعض صورا قالوا إنها تظهر انتشار قوات ومدرعات إماراتية في الجزيرة. وحول هذا الموضوع رصدنا لكم عددا من التغريدات، بداية من تغريدة وزير الخارجية الإماراتي دكتور أنور القرقاش الذي غرد: اكتشف البعض جزيرة سقطرة مؤخرا، ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرة وأهلها، وفي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم. إلى تغريدة عضو مؤتمر الحوار اليمني علي البخيتي الذي غرد: الموقف الإماراتي لم يعد مفهوما في اليمن. قبل أيام يشارك عسكريين إماراتيين باحتفال المجلس الانتقالي الجنوبي تحت علم وشعارات مضادة للجمهورية اليمنية، واليوم يتحدث قرقاش عن علاقات تاريخية بسقطرة وأهلها متجاوزا اليمن كدولة وحكومة. تصرفات أكثر من مريبة ويجب على هادي تحديد موقف منها. الكاتب والصحفي اليمني عباس الضالعي غرد: المال السائب يعلم الناس السرقة، هادي لا يقوم بمعالجة المشاكل وقت حدوثها، يصمت حتى تتجذر المشكلة وبعدين يصحى من النوم، هادي عقاب على اليمنيين والمنطقة سقطرة. إلى نتائج الاستطلاع التي تجري قناة الأنباء يوميا على منصة فيسبوك، واستطلاع اليوم: هل أوفى الرئاسي المقترح بوعوده تجاه عملية البنيان المرصوص؟ وكانت النتائج مقسمة على أكثر من 500 صوت، 18% صوتوا بنعم، فيما صوت 82% بلا. هكذا مشاهدينا الكرام نقود قد وصلنا إلى ختام الحلقة. يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا المختلفة فيسبوك وتويتر وتليجرام، كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر موقعنا الرسمي نبأ دوت تي في. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.